اتفاق في القاهرة بين السيسي وحفتر وصالح لحل الأزمة الليبية، وروسيا ترحب. بعد اشتباكات طائفية في بيروت، الرئيس عون يدعو لوأد الفتنة وتجاوز الأزمة الاقتصادية. لليوم الثاني عشر تواصل الاحتجاجات بعدة مدن أمريكية ضد العنصرية ووحشية الشرطة. النشرة الدولية من العراقية الإخبارية، أهلا بكم. بداية النشرة ستكون من تطورات الأزمة الليبية، حيث رحبت روسيا بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا، معتبرة إياها أساسا لإطلاق العملية السياسية، ودعت موسكو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق كافة البنود المتفق عليها خلال اجتماع القاهرة. مبادرة تضمنت عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية مع التزام كافة الأطراف بوقف النار باعتبارا من يوم غد الاثنين. هذا ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بعد اجتماع عقد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر والمستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي. مبادرة ليبية لحل أزمة طرابلس سميت بإعلان القاهرة، هذا ما أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه في قصره الرئاسي مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح، ووصفها بأنها ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة في ليبيا لما تتضمنه من بنود وحلول سياسية. أود أن أشير إلى أن هذه المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من ساعة 600 يوم 8/6/2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف. نص الإعلان تضمن 14 بندا في مقدمتها ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم في البلاد وإجراء انتخابات نزيهة وعدم استحواذ الميليشيات على أي من مقدرات الليبيين، فضلا عن إطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد. طبعا المبادرة إذا نظرنا إلى بنودها هي مبادرة شاملة، مبادرة توافقية لا تقصي أحد، مبادرة تمثل الأقاليم الثلاثة في ليبيا وهي بركة وفزان وطرابلس، مبادرة أيضا بها ترتيبات يرضى عنها كل الليبيين. طبعا توقيت طرح المبادرة وتوقيت هام وحرج، حيث أن المعارك في ليبيا معارك طاحنة وأصبحت في الأيام القليلة الماضية يعني فيها خسائر كثيرة جدا سواء في المعدات أو في الأرواح أو في البنية التحتية للدولة الليبية. ويرى مراقبون مصريون أن مصر تتحرك على مسارين، الأول يتمثل بدعم ليبيا وعدم قبول بما تريد أنقرة فرضه فيها، والثاني هو الحل السياسي الشامل في البلاد، في حين تكمن النقطة الجوهرية في كيفية إقناع حكومة الوفاق الليبية المدعومة من قبل تركيا وقطر بقبول إعلان القاهرة. أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، القاهرة. والحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من هناك من القاهرة أحمد محمد صالح. أهلا بك أحمد، حدثني عن المبادرة التي بادرت بها مصر في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا ووقف إطلاق النار. نعم، تحية لك ندى وللسادة المشاهدين. حقيقة ندى، هذه المبادرة جاءت ربما بعد 3 أيام من الحوارات والمباحثات المكثفة، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي والمستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي.
طبعا في القاهرة، وأيضا رافقت هذه المباحثات مكالمات هاتفية بحسب مصادر مطلعة، مكالمات هاتفية مع أطراف عربية وأوروبية وروسية لتحقيق الحد الأدنى من فرص نجاح هذه المبادرة. هذه المبادرة كما وصفها الرئيس السيسي بأنها ربما سوف تؤسس لبداية مرحلة جديدة لعودة الحياة الآمنة والطبيعية في ليبيا، بأنها سوف تضمن التمثيل الأمثل لكافة مكونات الشعب الليبي وللأقاليم الثلاث الرئيسة في ليبيا من خلال مجلس يعني حكم سوف ينتخب لأول مرة بتاريخ ليبيا، وسوف يعني يحكم البلاد بصورة يعني ديمقراطية وتحت إشراف أممي. نعم. يعني وغيرها من البنود الأربعة عشر. ولكن يعني وأيضا وصفت المبادرة بحسب هذا المحور، محور مصر وليبيا وحلفائها، بأنها توقيت أمثل على الأقل للحد من الصراع ولمنع الصراع العسكري المستمر والذي لا تحمد عقباه، وخصوصا وأنه له أبعاد إقليمية ودولية. طيب. وأيضا يعني حذر الرئيس السيسي وأكد تحذيره من مغبة أن يتمسك يعني أي طرف من الأطراف بالحلول العسكرية، مشيرا بذلك إلى أصابع الاتهام ربما إلى يعني حكومة فائز السراج وحلفائها يعني وأكبر حلفائها المتمثل بتركيا وغيرها من الأمور. نعم. طيب أحمد، يعني بحسب الأنباء التي وردتنا بأنه هنالك ترحيب روسي بهذه المبادرة، هل هنالك دور أيضا للأمم المتحدة؟ هل هنالك ترحيب؟ هل هنالك أيضا إجراءات قد تتخذ من قبل هذه المبادرة مثل وقف تهريب المسافرين عن طريق البحر، أيضا إجراء انتخابات؟ يعني هو هذا أهم يعني يتأمل من المبادرة، خصوصا وأن يعني المشير خليفة حفتر أيضا أكد في المؤتمر الصحفي بأنه يعني أشار أو اتهم بصريح العبارة تركيا بأنها تدعم المرتزقة وتدعم الإرهاب وتمول يعني وتؤجج الصراع الليبي من خلال تمويل المرتزقة ونقل يعني الإرهابيين، هذا بحسب يعني مصطلحات وكلام المشير خليفة حفتر. وأيضا هناك يعني مثل ما ذكرت قبل قليل كانت هناك مكالمات مع أطراف عربية ودولية تحقيق يعني فرص نجاح هذه المبادرة، ولكن المشكلة ندى في حكومة السراج وهو الطرف الأساسي الآخر من هذه المبادرة. حكومة السراج يعني وحسب تصريحات إعلامية فائز السراج وحكومة طرابلس وحسب تصريحات إعلامية أكدت رفضها لهذه المبادرة، وهذا ما يعني شهد وليس تكهن أو استنتاج من خلال عدم حضور أي أحد من قادتها وأي أحد من مسؤولين حكومة السراج خلال هذه المبادرة. وأيضا على العكس يعني في الوقت الذي رحبت أو أكدت فيه مصر وحفتر وصالح بأن التوقيت السياسي هو الأمثل لهذه المبادرة وأنها تمثل طوق النجاة وأنها الفرصة الأخيرة لتأكيد الحلول السياسية بما تشمل من محاور ومسارات اقتصادية أمنية سياسية، على العكس أكدت حكومة السراج مؤخرا وعقب الإعلان عن هذه المبادرة مباشرة بأن التوقيت هو ليس جيد وأنه يعني لا يمكن أن تنجح المبادرة خصوصا في غياب أي أحد يمثل حكومة السراج. طيب. بالتالي ربما سوف يقلل من فرص نجاح هذه المبادرة وربما سوف يكون هناك تصعيد مستقبلا أو على الأقل سوف نشهده في القريب العاجل، خصوصا أن توقيت المبادرة تمثل أو ارتكز بالأساس على وقف أطلاق النار منذ صباح الاثنين يعني أو من بداية الاثنين المقبل أي يوم غد. نعم. بالتالي ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق هذه المبادرة وأهم نقاطها أو شروطها، وهو وقف أطلاق النار بتوقيت الساعة 6 صباحا من الاثنين بتوقيت ليبيا. بالتالي عند يعني على امتناع حكومة السراج من وقف أطلاق النار سوف يعني يكتب على هذه المبادرة الفشل. هذا طيب يعني رفض حكومة السراج بهذه المبادرة، هل من الممكن دول على تماس بالأزمة الليبية أن تؤثر على حكومة السراج ومن الممكن أن يتغير موقفه في لحظات أخيرة أو حتى في الأيام المقبلة؟ يعني تغيير الموقف ندى يعني ليس مرهونا بنا او يعني لا نستطيع التصريح عنه، يعني ربما الساعات القادمه سوف تشهد تغيير، ولكن هذا التغيير ربما احتمالاته ضئيله جدا او مستحيله، خصوصا وانه عقب اعلان المبادره مباشره اعلنت حكومه السراج عن او اغلب قادتها عن رفضهم لهذه المبادره، هذا واحد. اثنين، حكومه السراج ما زالت ترتكز على نقطه اساسيه بانها مدعومه دوليا او معترف بها من قبل الامم المتحده، وبالتالي يعني تجد نفسها بانها تمتلك الشرع للاستمرار ولقيادة طرابلس ولقيادة ليبيا، وبالتالي هي ترفض أي مبادرات عن طريق حفتر، ويعني هناك تصريحات بأنه لا توجد أي مبادرات أو أي مباحثات بوجود الخليفة حفتر. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك مراسل العراقية الإخبارية أحمد محمد صالح، انضممت معنا من القاهرة، شكرا لك.
ونبقى في الملف الليبي، حيث بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة الأوضاع في بلاده مع نظيريه الجزائري صبري بقدوم والتونسي نور الدين الري. وجاء في بيان الخارجية الليبية أن الوزير بحث خلال اتصال هاتفي مع وزيري خارجية تونس والجزائر آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا. وتأتي هذه المباحثات تزامنا مع تحقيق القوات التابعة لحكومة الوفاق إنجازات ميدانية كبيرة على حساب الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر. في الملف اللبناني، اعتبر الرئيس ميشيل عون أن التعرض لأي رمز ديني لأي طائفة هو تعرض للعائلة اللبنانية، وذلك بعد اشتباكات طائفية بسبب التطاول على رموز دينية. ودعا عون إلى وضع الخلافات السياسية جانبا والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لعبور الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ونبقى في لبنان، إذ عاد مشهد التظاهرات من جديد ليتصدر الموقف، حيث طالب المتظاهرون بانتخابات نيابية مبكرة. جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية يدخلها لبنان، فبعد أسبوعين من التحضيرات آلاف اللبنانيين من مختلف المناطق يطالبون في ساحة الشهداء وسط بيروت بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. انتوا الظالمين، انتوا يلي بدنا نغيركم ضمن انتخابات نيابية مبكرة. استقلالية القضاء، امضاء التشكيلات القضائية، بدنا حكومة حيادية جديدة، وبدنا انتخابات نيابية مبكرة. بركة هالانتخابات بتفرز سلطة جديدة قادرة تعطينا حقوقنا مش مطالبنا، يلي هي الطبابة، العلم، الكهرباء، المي، طرقات مثل الخلق. أنا أقدر أعيش ببلد يقدر يعطيني أنا كرامتي اللي أنا بستحقها ومستقبل اللي أنا بستحقه، ومش اضطر هاجر كرمال أعمل عائلتي برا أو أعمل شغلي برا. أنا خليت هون تضل هون. المشهدية في ساحة الشهداء في بيروت اليوم تعيد الذاكرة إلى ما كانت عليه الساحات في لبنان قبل انتشار وباء كورونا وأعلان التعبئة العامة. فبعدما تقطعت السبل باللبنانيين وزاد الوضع الاقتصادي سوءا، الشعب من جديد في الشارع. يلا سوريا بيروت. احنا جايين نطالب بمعيشتنا، الفرصة الحكومة قولوا لنا اعطونا فرصة، اعطيناهم فرصة، طلعوا الدولار، احتكروا المصاري بالبنوك، يعني هن بيعيشوا بيوصفوا اولادهم، ونحن قلنا حق الشعوب، لا بقى واحد اذا حط مصاري بالبنك ما في طالع، واذا غلى المعيشه الدولار صار ب 4000. الفقر دب، الفقر دب بكل بيت، بكل بيت. الشعب جيع، اذا ما الحكومه لقت حل معناتها الشعب فات ببعضه. سرعان ما تحولت التظاهرة إلى أعمال شغب وتخريب واشتباكات توسعت إلى حدود خطوط التماس، ما أدى إلى سقوط جرحى وتدخل قوى مكافحة الشغب. الحراك يعود إلى الساحة اللبنانية متسببا بإرباك للحكومة وللقوى الأمنية. العراقية الإخبارية، ماريان زوين، بيروت. وفي ملف جائحة كورونا في الوطن العربي، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة. وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن 90% من مصابي كورونا في البلاد قد سجلوا في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم تشخيصها والحالات التي وصلت إلى المستشفيات لا تتعدى 10% من إجمالي المصابين. في اليمن، أعلنت الحكومة رصد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات في الأراضي الخاضعة لسيطرتها إلى 482 حالة. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن الإصابات الجديدة سجلت كلها في مدينة تعز، أما حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا وحالات التعافي منه فلم يتغير عددها منذ الجمعة الماضية.
تأثير فيروس كورونا ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية العالمية ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ترك آثارا سلبية على الاقتصاد والنمو في البلاد. تأثير سلبي كبير على آفاق النمو، هذا ما تركته جائحة كورونا على الاقتصاد في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أدت إلى انكماش حاد في الاقتصاد المحلي والعالمي. يعني أي عمل بتوقف الإنتاج وتقديم الخدمة وإلى آخره سيؤدي إلى كلف كبيرة على الاقتصاد، وبالتالي هذا ستؤثر على المالية العامة، ستؤثر على مستويات معيشة الناس، ستزيد البطالة، ستزيد الفقر، وستعيد الناس إلى الوراء، خاصة أنه قبل كورونا كنا في ظروف صعبة اقتصاديا، ولما أجت هذه التحديات الجديدة صارت الظروف أكثر صعوبة. فبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة فيروس كورونا والذي توقفت على أثره قطاعات إنتاجية واسعة، تعمل الحكومة بعد تخفيف الإجراءات على إيجاد حلول مبتكرة للنهوض بالواقع الاقتصادي للمملكة. صدرت قرارات ممتازة وكانت القدرة على إدارة الأزمة بشكل جيد جدا وأصبحت مثال للعالم. وبعد ما تنتهي الجائحة أعتقد الاقتصاد الأردني سوف يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% نتيجة لوجود الإمكانيات المادية الموجودة، وبنفس الوقت السياحة والقطاع التجاري أن يكون بنمو جيد، والعمل على دعم القطاع الزراعي والصناعي والقطاع السياحي. عز في الموازنة وارتفاع البطالة والفقر، هذا ما خلفه وباء كورونا، فيما يرى محللون أن الاقتصاد في المملكة الأردنية الهاشمية يتجه إلى الانتعاش. هبة السودانية العراقية الإخبارية، عمان. أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إعادة فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% وفق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة فيروس كورونا. من أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي فتح المؤسسات الخاصة والشركات والمراكز التجارية بنسبة 100% في دبي، مع إبقاء الإجراءات الاحترازية من أجل عودة الحياة لمواجهة فيروس كورونا. وتم تقليص ساعات الحظر أيضا لتصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا. اليوم إحنا دا نشوفك وتجربة صارت وكلش ناجحة اللي هي دبي، نتمنى بلدنا يحذو هذا الحذي اللي صار، ونتمنى من الناس أهلنا أنه يلتزمون بهاي الأشياء. إذا هم ما يخافون على نفسهم خلي يخافون على أهاليتهم. الكبير قاعد بالبيت ما يطلع، بس أنت ده توصل له هذا الشيء، فترة وتعدي إن شاء الله، فالحياة راح ترجع، ماكو شيء راح يوقف، إنه الحياة تستمر، ولكن كل شخص لازم يأخذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة بلبس الكمامة، الجلافز، وممارسة حياته الطبيعية بشكل طبيعي، ولازم نحترم طبعاً هذه الإجراءات طالما إنها نصت عليها القوانين الصادرة من الدولة. جائحة كورونا يعني كما كل العالم شاف أثرت بشكل كبير جداً على المجتمع وعلى الدول وعلى القطاعات الاقتصادية، من ضمن القطاعات قطاع الترفيه وقطاع المطاعم. لكن في رسالة بتوجهها الحكومة للشعب أنه هو عودة النشاط لرفع من الروح المعنوية وليس للمتاجرة أو لأنك تتخلى عن الإجراءات الاحترازية الموجودة، ونتمنى إن شاء الله عودة الحياة بشكل طبيعي أكثر وأكثر. الحياة ما بتكون نفس قبل، فهي أزمة مشتركة بين الجميع، كل واحد لازم يضحي من نصيبه، لأصحاب الشركات، لأصحاب كل شيء، لتضافر الجهود وعودة الحياة الطبيعية. فتح الأسواق والمحلات التجارية والصناعية تم وفق إرشادات صحية بالتعاون مع الجهات البحثية والدراسات المحلية والدولية التي تضمن سلامة المجتمع نفسيا والمحافظة على صحة أفراده وبضمنهم الزائرين والسائحين المرتقب قدومهم. وبانتظار عودة حركة الطيران من وإلى الإمارات تكون قد عادت الحياة الطبيعية إلى جزئها الأكبر. بس من فضلي العراقية الإخبارية، دبي.
يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف القيود المفروضة والإسراع بخطط الاستثمار الحكومية للحد من الأضرار الاقتصادية لكورونا. وقالت وسائل إعلام بريطانية أن جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع مقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية، وأيضا السماح بإقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق. كما يعتزم جونسون خلال الأسابيع المقبلة إعلان أن الحكومة ستعجل بتحسين الطرق وبناء 40 مشفى جديد كانت قد وعدت بها قبل انتخابات كانون الأول الماضي. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن 3593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 113619 حالة مؤكدة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 341 حالة وفاة إضافية، ليصل مجموع الضحايا إلى 13511 حالة وفاة. بعدما شهدت استقرارا نسبيا، بدأت أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع من جديد في إيران، في وقت شددت فيه الحكومة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية. تحذيرات أطلقتها وزارة الصحة الإيرانية بعد عودة ارتفاع نسبة الإصابة بوباء كورونا خلال الأسبوع الفائت. وأشار المعنيون أن زيادة أعداد فحص الملامسين للمرضى والتراخي الملحوظ في تطبيق القواعد الصحية والتساهل في الإجراءات الوقائية ستتسبب بإطالة فترة المواجهة مع هذا المرض وزيادة الأعداد. عدم رعاية الأصول الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات على الأقل شاهدنا تأثيره في ارتفاع نسبة الإصابات. كنا نتوقع أن يستمر السير النزولي لعدد المصابين أو الوفيات أو من يحتاجون لعناية مركزة، لكن جزءا من الأسباب يعود لزيادة نسبة السفر بين المحافظات وعدم التزام المواطنين بالتوصيات. وتتزايد المخاوف من بروز موجات لكوفيد-19 في الفصول المقبلة من هذا العام، بعد إعلان الرئيس الإيراني في لجنة أزمة كورونا أنه يجب إطلاع المواطنين أن فترة هذا الوباء قد تطول، وأنه ليس لدى الأخصائيين موعد واضح لنهاية انتشاره، وذلك لعدم وجود عقار أكيد أو لقاح مناسب. نحن الآن في مسير أفول الوباء، وشاهدنا تدريجيا أن الإصابات في نصف الكرة الشمالي تتجه نحو الأسفل، ولكن إذا لم يتم اكتشاف علاج فعال أو لقاح خلال الفترة المتبقية إلى فصل الشتاء، فإنه من المحتمل أن نلاحظ عودة ارتفاع في أعداد المصابين. الوقاية اليوم ستقلل أخطار الإصابة مستقبلا. وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل، وأشارت إلى تأثير ذلك في تقليل نسبة الإصابة، ودعت الحكومات إلى ترغيب المواطنين بالالتزام بالتوصيات. ودخلت 5 محافظات إيرانية المنطقة الحمراء، مما يشير إلى احتمال إعادة فرض عزلها. وتواجه الحكومة الإيرانية كورونا على صعيدين، الأول مكافحة الوباء طبيا وصحيا وتبعاته الاقتصادية الخطيرة ثانيا. دريد زهير، العراقية الإخبارية، طهران. اليوم 12 على التوالي تشهد أنحاء متفرقة في الولايات المتحدة مسيرات سلمية حاشدة ضد العنصرية ووحشية الشرطة، لتدخل بذلك المظاهرات التي أشعلها مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد أثناء اعتقاله. وفي العاصمة واشنطن يحتشد عشرات الآلاف من المحتجين، من بينهم حشود على مقربة من مبنى الكونغرس، وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى البيت الأبيض. وشهدت دول أخرى عدة مسيرات حاشدة مناوئة للعنصرية، فقد غصت لندن بجموع المحتشدين الداعمين لحركة حياة السود مهمة، وذلك رغم تحذيرات الحكومة البريطانية من الاحتشاد خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.
وبالعودة لملف فيروس كورونا وآخر تطورات فيه وتحديدا في طهران، ينضم إلينا مراسل العراقية الإخبارية من هناك دريد زهير. أهلا بك دريد، يعني حدثني عن الموقف الوبائي لديك، هل توفرت لديك الإحصائية لهذا اليوم؟ تحياتي. نعم، الإصابات اليوم حسب ما أعلنها الناطق والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قال بأن الإصابات خلال 24 ساعة الماضية 2364 إصابة، 648 إصابة من عدها احتاجت للرقاد في المستشفى. عدد الوفيات اليوم هو 72. الحالات الحرجة حتى هذه اللحظة هي 2596 حالة حرجة. طبعا أشار إلى أن هناك يوميا خلال هذه الفترة هناك أكثر من بين 20,000 إلى 25,000 اختبار للكشف عن الإصابات. مجموع الفحوصات حتى هذه اللحظة هو بحدود 1,084,000 فحص دوري تم خلال هذه الفترة الثلاثة أشهر. مجموع الوفيات حتى هذه اللحظة 8,291 حالة وفاة. مجموع المصابين حتى هذه اللحظة 171,789 مريض. مجموع المتعافين أيضا من الأخبار الجميلة كانت هي 134,349 حالة شفاء. نعم. ومعافاة من هذا الوباء. نعم. طيب، يعني ماذا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بهذا الخصوص؟ هل ستعتمد سياسة مناعة القطيع التي اعتمدتها الكثير من الدول، أم أنها يعني ستخفف الإجراءات أم ستفرضها بشكل مشدد أكثر من الأيام الماضية؟ في الحقيقة في إيران اتبعوا نظام جديد لم يستخدم بكثرة في الغرب أو في أماكن أخرى، وهو قضية التباعد الاجتماعي الذكي، وهو مبني على أساس أن يتم تقسيم المدن إلى ثلاث ألوان، الأحمر وهي يعني المناطق الخطرة والمدن الخطرة، وأيضا هناك مناطق صفراء يعني يحذرون من عدها، وهناك مناطق بيضاء. طهران العاصمة اليوم هنا من ضمن المناطق الصفراء، وهناك تحذيرات بسبب عدم التزام الناس، وخاصة في يعني بسبب يعني عدم تقيدهم بالمواصلات بممارسة الحياة اليومية، عدم ارتداء الكمامات. يعني كان لدينا لقاء مع المتحدث الرسمي، تحدث بشكل واضح بأن لبس الكمامة يقلل كثيرا أكثر من حدود 70% من خطر الإصابات، يعني لبس كمامة. وكان هناك حديث حتى حول تقنين وإلزام الناس بلبس الكمامة، يعني لا يمكن حجر الناس وقطع المدن ما بينها بسبب الحجر الشامل، ولكن إجبار الناس ودعوتهم إلى لبس الكمامات هو أمر ضروري خلال لا. هذه الأيام لا. طبعا هناك خبر جميل أيضا، هو حول أن في إيران هناك مساعي لحل مسألة انتشار الوباء من خلال تقليل عدد الحضور في مكان واحد، لأن سيكون مثلا. طيب دريد، يعني لضيق الوقت. نعم. فقط أسألك عن مدى وعي الشارع والمواطن في إيران بشكل عام حول هذه الإجراءات الوقائية، وإلى أي مدى هو ملتزم بها؟ يعني للأسف الالتزام، نسبة الالتزام قليلة، والوعي تقريبا ليس بالشكل المطلوب. هناك عدم ارتداء للكمامات على الأقل، يعني مسألة الكفوف يعني هناك يعني عدم التزام بها، لكن في المجمل الأمر الناس تعلم بأن هناك خطورة، ولكن نعم. عدم التزامهم هو ما تسبب بارتفاع نسبة الإصابات خلال الأسبوع الفائت. يعني نسبة الإصابات خلال الأسبوع الفائت شهدت ارتفاع كبير، وصل نعم. إلى 3,100 حالة، في حين اليوم يعني حالات الإصابات كانت قليلة، ولكن عدم الالتزام كما أشار المتحدث نعم باسم وزارة الصحة، عدم الالتزام هو السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الإصابات. نعم، شكرا لك مراسل العراقية الإخبارية من طهران دريد زهير، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نذكركم بأهم ما جاء في نشرتنا. اتفاق في القاهرة بين السيسي وحفتر وصالح لحل الأزمة الليبية، وروسيا ترحب. We'll be right back.
بعد اشتباكات طائفية في بيروت، الرئيس عون يدعو لواد الفتنة وتجاوز الأزمة الاقتصادية. لليوم 12 تواصل الاحتجاجات بعدة مدن أمريكية أو تواصل ضد العنصرية ووحشية الشرطة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.